السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول ابن سينا مقولات قوية جدا، فهي يحتاجها الفرد في حياته، وهي خاصة بالصحة، حيث يقول: الوهم نصف الداء، الوهم نصف الداء، والاطمئنان نصف الدواء، والصبر بداية الشفاء. اللهم ارزقنا الصبر جميعا. معكم موسى الشاب، يحييكم بتحية الإسلام من مكناس. هاتفنا رهن إشارتكم 06-63-77-42-82. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.